أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون دون عن سبيل الله عن سبيل الله
الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.